Hello students, how are you? I miss you so much as usual. كالمعتاد هاي المقدمة المعتاد علي المعتادين إني نحنا نبدأ فيها. أي طلاب كيفكم؟ هلا نحنا كنا طافين أسئلة الوحدات. أسئلة الوحدات، أوكي؟ هدول ليش طفيتهم أنا؟ مشان مثل المراجعة بصيروا، تمام؟ بنقلب على صفحة 57 كتاب النشاط، في عندي هون صفحتين أنا طاففتهم. هدول أسئلة الوحدات، أسئلة السبعة ثمانية تسعة. كأني راجع هلا من الراجع، كأني من الراجع 7 8 9، أوكي؟ طبعاً نحن بنراجع على حدة كل وحدة لحالها، بس هلا بنخلص بقى بنختم وبنرجع بنراجع مرة ثانية. إذا هلا أسئلة الوحدة 7 8 9 بدي حلهم هلا، هي بدها تصير بمثابة المراجعة ل 7 8 9. بكتاب النشاط صفحة 57. اوكي، اذا صفحة 57 كتاب النشاط. طبعا هون رح نراجع كلام منقول اللي كان بالوحدة السابعة، رح نراجع البات والان كومبارسن ويز والوير از يلي كانوا بالوحدة الثامنة، وحدة بتجي بعدها تشرح الجملتين، لا تشرح ما بعدها جملة ونفيها. رح نراجع كمان الوحدة التاسعة يلي كان فيها causative verbs افعال السببية، قاعدة التنابل انه انا حصلت عليه مصلحا. وكمان كان في عنا بالسبعة ثمانية تسعة الأفعال التركيبية do make make up و make off و do up و do without و do away with، وقتها كان قلنا وحدة للسكر والملح والبنك والهاتف أرضي وهدول الشغلات. أوكي تمام، إذا نحن هلأ رح نحل 57 58 59 يلي هو بمثابة المراجعة لهدول القواعد. طبعا صفحة 57 فيها نص فيه كلمات مفقودة، احنا منقرأ منترجمه منعبي هالكلمات المفقودة، وتحت النص في عندي أسئلة من نجاوب عليهم. ممكن هذا النص بحد ذاته يجي كنص قراءة بالامتحان، تمام؟ هدول النصوص موجودين بأسئلة المديول، بيكونوا نحنا بيكونوا كلمات مفقودة وتحتهم أسئلة، فنحنا منحلهم ومنعبي الكلمات المفقودة، وممكن نفسهم يجوا بالامتحان. طيب city or country، مدينة أو ريف. I was born، أنا ولدت in the country، في الريف. And for the first 18 years، ولمدة أول 18 سنة of فراغ لايف، من حياتي. My ولمدة أول 18 سنة من حياتي I lived، أنا عشت there، هناك. My family's farm، مزرعة عائلتي was كانت in the middle of، مستطيل على in the middle of، دوير على in دوير على of، هام جدا in the middle of in the middle of in the middle of in the middle of، اوكي كان دفتر in the middle of، في منتصف of nowhere لا مكان، يعني بالفلا. تعرفوا شو يعني الفلا؟ هيك 5 كيلومترز فراغ، our nearest أقرب neighbors، جيران 5 كيلومتر من جيراننا الأقرب، يعني بيننا وبين جيراننا 5 كيلومتر. هي اس لمين هاد؟ هي اس from nowhere يعني لا مكان، يعني كأنه هن عايشين بالفلا يعني، أو بالصحراء، مو بالصحراء يعني، يعني ما في حواليهم شيء، الفلا يعني المكان الواسع الفارغ اللي ما فيه شيء. 5 كيلومتر from من F R O M our nearest أقرب neighbors، جيراننا من جيراننا الأقرب. and 10 وعشرة from the nearest school، من أقرب مدرسة. shops المحلات and post office ومكتب البريد، دويرة على الاند. يعني هني في 10 كيلومتر بينهم وبين المدرسة والمحلات ومكتب البريد، هني في ثلاثة حواليهم، في ثلاثة بعد 10 كيلومتر، فهمتوا؟ يعني ما هو اختيار، كلهم مع بعضهم، مدرسة ومكتب البريد والمحلات.
كلهم مع بعضهم في بيناتهم بينهم وبين بيتهم 10 كيلومتر. حطوا لي على الزد ويرا تبعت الزنيرست لانه في اس في اي اس تي حطينا قبل ز. As a child كطفل I enjoyed أنا استمتعت the open air life حياة الهواء الطلق حياة الهواء المفتوح. But لكن when I was 18 لكن عندما كان عمري 18 I went فراغ university two. إلى I went to university and I couldn't believe كنت لم أستطع to be all وحدها and I couldn't believe ولم أستطع believe أصدق how incredible كيف incredible لا تصدق incredible city life حياة المدينة كانت was نعم ليش ما is في عندي فوق الفراغ مباشرة went ماضي هو عم يحكي وقت اللي كان طفل هو عم بيحكي وقت صار عمره 18 سنة وعم بيحكي ولدته كذا وكنت لم أستطع سياقي ماضي معناتها واز كانت يعني هداك الوقت هو عم يحكي in comparison with بالمقارنة مع my life حياتي on the farm بالمزرعة دايما فارم بتاخد قبل حرف الجر on ها يعني هاي المزرعة نحن بنقعد بقلبها ولا فوقها فوق مزرعة يعني كأنه أرض مثل كورت الملعب منقول on the court ولا in the court أيوة إذن on the farm my new life حياتي الجديدة was كانت exciting مثيرة challenging متحدية and very جدا varied متنوعة ومتنوعة جدا أي فراغ to know أن أعرف got G-O-T بالماضي and were very جدا varied متنوعة I got to know أعرف serious to know اعتدت أو got to know يعني عرفت يعني بمعنى a lot of كثير من new جدد people أشخاص and I went to أنا ذهبت إلى many عديدة places أماكن of course أو إف وحدها of course okay بالطبع everything كل شيء moves much more quickly in the city كل شيء يتحرك بسرعة أو يجري بسرعة أو يحدث بسرعة أكثر في المدينة المدينة فيها حركة أكثر فكل شيء بصير بسرعة أكثر عن ذات وذلك كان يمكن sometimes أحيانا بيكون stressful ضاغطا كان C-A-N وذلك يمكن أن يكون ضاغطا يعني بيضغطنا نفسيا هيك stressful but at least لكن على الأقل دويرة على الأد خط تحت ليست دايما قبل ليست بيجيني أد you know أنت تعرف you're alive أنت على قيد الحياة يعني إذا كان أنت كنت مضغوط ومشغول ويلا يلا 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 مثل النحلة مثل النحلة فأنت بتعرف أنك على قيد الحياة مو مثل اللي ما عنده شغلة ولا عنده عملة بينام وبفيق وبس بيأكل أكله مرة وقلت صنع يعني أنتوا طلاب البكالوريا عم تدرسوا معناتها أنتوا عايشين هاي هي الحياة وهي لذة الحياة بالشغل على فكرة يعني أما طالب بكالوريا ما بيدرس معناتها ميت الله يكون بالعون للدنيا السلام إذا كانت في الريف you sometimes forget أنت أحيانا تنسى إنك عايش هيك قصده بالريف أنت أحيانا تنسى إنك عايش أصلا يا زلمي طيب لا الدراسة حياة والعلم حياة والماني حياة كل حياة أبو بيصلي بوضوح سيتي لايف حياة المدينة فراغ its disadvantage مساوئها disadvantage مساوئها شو has تملك H-A-S has تملك مساوئها like مثل the noise الضجة the traffic الازدحام المروري and the crowds وحشود of people الناس شو هاي الاوف هون حشود الناس
نعم حشود وشو الناس مضاف مضاف إليه. كل هدول بالمدينة حطولي على الآن دويرة. المدينة فيها كل هدول، فيها ضجة، فيها ازدحام مروري، فيها حشود ناس، كلياتهم مع بعضهم حطينا على الآن دويرة. حشود الناس ولا حشود من الناس؟ حشود الناس وحشود من الناس. But لكن these things، هذه الأشياء، don't worry، لا تقلقوا. مي أنا وقت اللي بكون مفعول به بيكون مي M-E. لا تقلقني، لا تقلقني، لكن نعم تو ماش كثيرا. I don't drive، أنا لا أقود، والله ما بسوق. كلهم عندهم سيارات وجدي عنده حمار، ما بسوق أنا. يعني أنا لو كنت بقود كنت أنا يعني هالازدحام مروري وكذا وهيك يعني كان أقلقني، بس أنا بروح ماشي وبرجع ماشي على الموتور رجل، يعني لا بصدم بحدا ولا بعمل حادث مع حدا ولا شيء، ولا بستنى إشارات مرور. كيف بهالحياة؟ فراغ ترافيك بروبلمز اند باركينج ديفيكولتيز دونت افكت مي. تعالوا لنشوف فراغ ترافيك المرور بروبلمز مشاكل اند باركينج والصف باركينج الصف ديفيكولتيز صعوبات دونت افكت مي لا تؤثر بي. لذلك قال انا لا اقود، لذلك مشاكل المرور وهالقصص ما بتأثر فيني. سو اس او it only takes me، انه فقط ياخذ معي 10 minutes 10 دقائق to get لي اصل to the supermarket by taxi بالتاكسي. 10 دقائق بكون بوصل بالتاكسي. whereas بينما in the old days في الايام القديمه in the country في الريف a shopping تسوق trip رحله رحله تسوق فراغ to take and تأخذ ترجمه كامله to take and تأخذ half a day نصف النهار used 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 to take. تمام maybe ربما I'll want سأريد to go back أعود to إلى the peace and the quiet السلام والهدوء of the country للريف one day يوما ما. ربما أنا بدي أعود فراغ for now لكن لكن الآن لكن بالنسبة للآن but for now لكن بالنسبة للآن I'm enjoying أنا أستمتع the hustle and bustle الازدحام والمزاحمة of the city life لحياة المدينة. منذكر إن نحن هلأ عم نقرأ مراجعة 7-8-9 الوحدة السابعة كان فيها درس النوم مظبوط، كان فيها درس النوم والحياة الصحية، كان عنوان الوحدة الحياة الصحية. الوحدة السابعة كان فيها الكلام المنقول والسؤال المنقول، والوحدة السابعة كان فيها الدول ميك، وقتها كنا قلنا انه الدول تاخذ الشوبينج الاكسبيرمنتس الريسيرش الهومورك والدمج، وقلنا كمان انه الميك بتاخذ الديسيجن والمستيك والبروميس والسكسس والايفورت والسجستشن. وكمان كان في عنا بالوحدة السابعة أفعال التركيبية للدول ميك، وتقلنا ميك أب إذا كان في عندي قصة أو عذر يخترع، وميك أب فور ذا تايم يعوض، وميك أوف يفكر به. وكمان كان في عنا أفعال تركيبية للدو يلي هن دو أب إذا كان في غرفة وبناء، وغرفة وبناء وشقة معناتها يرتب، إذا كان في حذاء وبوط معناتها يربط، ودو الزاوت يقلل للسكر وملح ونوم سليب شوغر وسولت. وكمان كان في عنا دو أواي ويز يترك للبنك وهاتف أرضي ودكان صغير. هدول كانوا بالوحدة السابعة. هلأ بالوحدة الثامنة، الوحدة الثامنة كان فيها درسين قراءة يلي هن المدن العواصم تبع دمشقس برازيليا، وكمان كان فيها The End of Village Life نهاية حياة القرية. هيدا كانت الصفحة هيك لونها أصفر لقرية كاريجس وقت تركوها مشان يدوروا على عمل وكذا وهيك. وبعدين قلنا عكست مؤخرا الحياة الهجرة من الريف إلى المدينة، لا صارت هلأ هجرة الأغنياء من المدينة إلى الريف بالويك أندز. أوكي فكانوا صاروا يشتروا بس بيوت للويك أندز. وكمان هيدي بالوحدة الثامنة فيها درسين القراءة، وكمان كان فيها الوحدة الثامنة مصطلحات الأند يلي هن hustle and bustle far and wide nearest and dearest odds and ends و pick and choose
وكمان كان فيها اشتقاقات، كمان كان فيها الأصوات، الأصوات بانك خبطة، كليك نقرة، رور هدير، سبلاش طرطشة، لا رور هدير، دريب يقطر، ستريم صرخة، اوكي وات بس هدول، وتيك تكت الساعة القديمة، هدول كان فيها. وكمان كان فيها الوير از بينما، بيجي قبل جملة مشروحة وبعد جملة مشروحة، كومبارسن ويز بيجي تشرح، لا تشرح ما بعدها، بس القبلة بينشرح تمام، اما بعدها بنحكي بس العنوان اللي عم نحكي عليه او بس الموضوع وبس ما بنشرح. والبات بيجي قبل نفي وبعد اثبات او بالعكس، والانستيد اوف بدلا من بيجي قبل كلمه وبعد كلمه، الانجليزيه بدلا من الفرنسيه والعربيه والرياضيات والكل شيء الانجليزيه. اوكي المهم اوكي، هدول كانوا بالوحده الثامنه. رحنا على الوحده التاسعه، الوحده التاسعه كان فيها بس درس قراءه واحد، كان فيها طبعا اوكي كان فيها بس درس قراءه واحد يلي هو أليبو تراديشنال كرافتس ان أليبو، الحرف التقليديه اللي هي الحرف التقليديه في حلب. وقلنا كمان كان فيها العصر البرونزي، كان فيها الميتالز المعادن، كان فيها الاورنمنتيشنز التزيينات، هيك هدول الكلمات كانوا فيها، والارتيفاكتس القطع الحرفيه وارتيسانز الحرفيين. المهم كمان كان فيها الوحده التاسعه، كان فيها الوحده التاسعه مصطلحات الموسيقى فيس ذا ميوزك يتحمل المسؤوليه، وكمان كان فيها درام انتو يعلم بالتكرار، وكمان كان فيها بلو هيز اون ترامبت يعني يتفاخر، وكمان كان فيها شغله رابعه مصطلحات الموسيقى تشينج هيز تيون يغير رايه. وكمان كان فيها الوحدة التاسعة قاعدة الكوزيتيف فيربس يلي هو سؤال ثابت بالإضافة للكلام المنقول وبالإضافة للمجهول والويش، هدول أربع أسئلة ثابتين بمحلهم كل سنة بيجوا، أكيد راح نحلهم بالدورات كلياتهم، تسلسل الأسئلة بالدورات واحد يعني، هون بدي يجي أكيد ويش، هون أكيد بدي يجي مجهول، هون أكيد بدي يجي كذا. أوكي تمام، هاي واحد. إذا كوزيتيف فيربس هي قاعدة التنامل، وتقلنا having things done الحصول على أشياء منجزة، وقتها أنا خيطت ثوب فستاني بيدي أنا لم أحصل، لا إذا خيطته I didn't have it made. أربع أجزاء لنا بس طلعنا من الأربع أجزاء معناتها خبصنا، هاي الوحدة التاسعة. وهلأ نحن عم نراجع لون هدول الثلاث وحدات. حلوة هالمراجعة عجبتكم؟ هالكلام رح نعيده من هون لآخر السنة، كل ما جينا رح نراجع ثلاثة ونعيدهم ونرجع منها نراجع لكم كل الكتاب واحدة واحدة، كل واحدة بنعمل لها مخطط شو فيها شغلات بنكتبوا على الدفتر، هذا الكلام كله هذا كله بيكون موجود بالمكثفة، عرفتوا؟ طيب خلصنا النص اوكي. هلا الأسئلة، وإذا بنرجع بنعيد وبنذكر إنه نحن هيدي النصوص يلي بنلاقيهم بأسئلة الماديول يلي بيكونوا هن فيهم كلمات مفقودة وتحتهم أسئلة احتمال كبير يجوا كنص وأسئلة عليه. نمبر A Where did the writer live as a child؟ قال أين الكاتب عاش كطفل؟ أنا من زمان قلت لكم يا بكالوريا، من زمان قلت لكم انه اذا كان في عندي كلمه سؤال وديد بحذف كلمه السؤال وديد وبكمل عادي، بس بدي احط الفعل بالبيتو، بس بدي احط لليف ايدي، اذا معناته انا بدي اكمل اجابه كامله، اجابه كامله شو بدي اقول؟ The writer lived as a child. وين عاش؟ In the country. Is an the writer lived in the country as a child. He lived the first 18 years of his life in the country. He lived. Okay, بصير. هنا نقول. Is an the writer lived in the country. فينا نقول من النص. سؤال البعض. How far كم المسافة did he have to travel to go to school؟
كم المسافة توجب أن يسافر ليذهب للمدرسة؟ 10. بيقول لي had to. He had to travel. للمدرسة 10 ما؟ 10 كيلومترز. To go to school. لاحظوا أنا عم بحسب كلمة السؤال وديد وبكمل بس الفعل بدي ساوي ماضي. الهاب ساويت أهاد. Yeah. Why did he first move to the city? لماذا أولاً ذهب إلى المدينة؟ Because he needed to go to university. He needed to go to university. He needed to go to university. He needed to go to university بس. بنقول he first moved to the city to go to university. When he moved to the city. قال كيف كانت حياته مختلفة؟ كيف كانت حياته مختلفة عندما هو انتقل إلى المدينة؟ شلون اختلفت حياته وقت اللي راح المدينة؟ قال حياتي كانت ما هي حياة المدينة؟ هنشوف النص بدل هي سبيسيفيك ماي بدل الماي بوتيز هاو انكريدبل سيتي لايف واز انفورمينج ماي لايف اون ذات ماي نيو لايف. على السطر السادس شيل الماي بوتيز والميتو لايلو ماشي شدها السطر السادس فوق النص. هذا بكفى يصحصح السطر السادس نشيل الماي ونحط his. His new life was exciting, challenging and very varied. بس نشيل الماي ونحط his. ها إذا his new life was exciting, challenging and very varied. أنا سؤالي إذا حطينا his إنه هنا عم يدرون على his لأنها الحياة. It was إيه. It was. إنه ما بيروحوا معهم ليهم حالة ما تمشي. لا ما بيروحوا. بس أنا رأيي مثلا أتحول لضمائر شابكي هيك يعني. سهوا. إذا تشي. لطيف. ها ما أقول لا. ولا لا بقول لا طيب تقول. بدل العقل شيء ناسي. أنا لهيك ما بدي الطلاب يحاولوا لضمائر. الدكتور حلو. بس مركزي سووه. What disadvantage ما هي المساوي of city life حياة المدينة؟ Does the writer الكاتب mention يذكرها؟ نعم مساوي حياة المدينة حشود الناس والمرور المعلوم وين هذا الحكي مكتوب؟ السطر العاشر the noise the traffic and the crowds of people. تمام the noise the traffic and the crowds of people. الضجة الازدحام المروري وحشود الناس. نأخذ عن كل ذلك المنشن. تمام. هلا why isn't the writer worried by traffic conditions in the city? قال لماذا لا يكون الكاتب قلق بشأن الازدحام المروري أو ظروف المرور؟ نعم اكتبوا because أول شيء اكتبوا because نطلع لفوق I don't drive اكتبوا he doesn't drive
he doesn't drive. Because he doesn't drive. Because he doesn't drive. لأنه لا يقود. Why does he prefer shopping in supermarkets? لماذا يفضل التسوق في السوبر ماركت؟ Because it is نعم. لماذا يفضل التسوق في السوبر ماركت؟ لأنه يأخذ معه 10 دقائق ليصل إلى السوبر ماركت بالتاكسي. السطر 10 لا والسطر 12 آخر السطر 12 من عند eat only. تحو قوس قبل eat only إنها فقط. أخذت السطر 12 eat only. افتح قوس قبل eat only إنها فقط. takes me الميسا هو him. تأخذ معه ولا تأخذ معه؟ معه. H-I من نقطة M. H-I-M. H-I-M. تمام؟ Because it only takes him 10 minutes to get to the supermarket by taxi. سؤال بعده. Does he think, هل هو يعتقد, he will go back, هو سيعود, to live ليعيش in the country في الريف? Yes, he does. هذا حاله ايه ما سلعبت. عيد السؤال. Does he think, هل هو يعتقد, he will go back, هو سيعود, to live ليعيش in the country في الريف? Yes, he does. بعد اليس منحط فاصلة. Yes, فاصلة, he does. Yes, fastly he does, okay? طيب. هلا بنروح بالصفحة سؤال على الصفحة بعدها. سؤال أول. انقل هذا الكلام. سؤال وجواب. سؤال وجواب. عم بيقولوا لازم نبلش I asked أنا سألته. اللي بدي يسأل بدي يقول I asked. وبدي جاوب نقول he said. واحد عم يسأل الثاني. الـ question والـ answer. شايفين الـ A عندي question و answer. سؤال جواب. الـ A. What is your name? عم يسأل صبي ما هي؟ الـ A. أقول I asked him. أنا سألته what his name was. تذكروا هذا الكلام؟ كلام المقول. كلام المقول. أيوة. أول شيء تكتب السؤال مقول. أول شيء تكتب جملة استفتاحية. I asked him. أنا سألته. وبحط كلمة السؤال وال is your name to who بدها تصير to who لعندي لهون his name was اسمه كان بدها تصير اسمه كان أنا سألته ماذا اسمه كان تمام في حدا نسيانا يانا نسيانتي اللي نسيانا يفتح القاعدة ويطبق يلا تحولي الدفتر على قاعدة الكلام المطلوب هي مراجعة صح تحولي الدفتر على قاعدة الكلام المنقول عشان نحل ونعرف حالنا شو عم نحل. لأن شو رح أعمل بحلها للصفحة وصورها نزلها على شو الصفحة؟ 85 شو قال له؟ قال له I asked him أول شيء بتكتب جملة استفتاحية I asked him أنا سألته هاي جملة استفتاحية إذا عندنا كلمة سؤال نحطها في عندنا ما؟ What? His name ماذا اسمه؟ كان ونقطة عم هداك زدت له بس قال له سامر كيف نرن إلى هاي لسامر والله ما يجب له أول شيء بدي يتخيلها بالحقيقة What is your name؟ تقول له My name is سامر تعالوا نكتب على الجملة اللي تخيلناها هون My name is سامر شو رأيكم بهالفكرة؟
طبعا بالفحص ما بيجي يكون هيك بكتب لكم جملة هيك 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 بقول هي سيد ذات وماي نيم بصير هيز نيم هير از بصير واز هيز نيم واز سامر هو هاي جنبها هيك البيئة قال له وير دو يو ليف اول شيء بيقول اي اسكت هيم انا سالته ما انتبهوا لي على القاعده اللي عندكم اول شيء الجمله استفهاميه بعدين كلمه سؤال في عندنا ما وير اذا في دو بنحذفها اليوم عم يحكي مع صرت بدها تصير هي والليش بدها تصير ليفد ونقطه اذا في دو بنحذفها بنكمل كلامنا ونحط الفعل بالماضي صح الكلام اللي افتحوا قاعده الكلام افتحوا ركز معي شو عم نعمل يركز طب هيك خليك معي الكلام انا عم بقوله تبع معي هون وهون قال له I asked him where he lived عم شو قال له قال له city center بدي بقول له اذا سأله مضارع بسيط بدي بقول له I live in the city center اكتبوا لي هاي الجملة اللي اخترعناها عرفتوا هل هاي البي هذا الكويشن هذا الانسر هلا بقول له هي سيت ذات الاي شو بدها تصير هي والليف بس وبنكمل ان ذا سيتي سنتر هلا سي الكويشن والانسر السي الكويشن قال له وير ديد يو ليف بيفور ذات قال له اين عشت قبل ذلك ترجموها يلا اين عشت قبل ذلك هلا بقول له اي اسكد هيم انا سالته عندي كلمه سؤال تعالوا نحطها وين ودي شو بدي اعمل لها بحذفها اليوم عم يحكي مع صبي بدها تصير هي بما انه حذف لها الديت بدي احط قبل الفعل هاد وللفعل بدي احط له ايدي هاد ليفد before that وعم نحذف الإشارة الاستفهام نروح الكلام او قالوا اذا كانت لي هلا تسألوا بالماضي البسيط شو لازم يجاوب اول شيء بالماضي البسيط بدي له I lived in the country صح اذا انا اول شيء عم بكتب الجواب عم صيغه بعدين عم بحوله شايفكم اسهلكم بنقول he said that الآن شو بدها تصير الليف بده شو بدها تصير هاد ليف بالماضي البسيط بده يصير ماضي ده in the country دي الكوشن والانسر هلا الكل معي انت معي تمام عم تفهموا شو عم اعمل هلا دي الكوشة سؤال دي قال له did you enjoy living there هل استمتعت بالعيش هناك كمان بدي انه I asked him في عندك كلمة سؤال حط إيه دي شو بعمل لها بحذفها اليوم عم يحكي مع صبي بدها تتحول لهي بما انه حذفنا الجديد معنا شو بدي حطها enjoyed had enjoyed had enjoyed أساوية ماضي تام إذا كان السؤال بيحتوي على do او ضص بحذفها وبكمل بس بدي احط الفعل بالدعم التالي ماشي اذا كان السؤال بيحتوي على ديت مثل هاي الحاله بحذفها وبكمل بس بدي احط قبل الفعل هذا وحوله لضص التالي يعني بدي احول الفعل الماضي التام هذه enjoyed leaving there وشايف السبب شو بعمل فيها بحذفها نقطه كبيره ضروري النقطه على فكره لانه هون صار في عندي تعديل قواعد عرفتوا صح تماما قال له يس ماستر ذا تايم هلا شو بقول له يس بدي اقول له I enjoyed I enjoyed most of the time انا استمتعت معظم الوقت هذا ايش هذا الجواب يلي لازم يقوله بدي اقول he said that he had enjoyed most of the time تبغى تقول يا هاي
كانت الجواب صرته بالماضي البسيط لأنه سؤاله كان بالماضي البسيط بالمباشر. فقالوا I enjoyed وتحولت إن هي said that هل I سويتها هي will enjoyed سويتها had enjoyed الماضي البسيط سويتها ماضي تام. مظبوط هالكلام؟ تمام. كم يجيكم بالفحص أنتوا تختاروا الجواب ماشي؟ يكون جملة واضحة. هلا الإي the question والانسر. هل question قال له أنا ومريت هل أنت بتزوج؟ when I asked him إجباري أول شيء بيبلش بأنا سألته أنا سألتها أنا سألتهم. عندك كلمة سؤال؟ لا. مع تعريف. الآلي هو عم يحكي مع صبي. هي كانت البدري الآلي شو بعمل له فكة. شو بدها تصير؟ هي والآل؟ وين؟ بس ما بتاخذها للهي بتتحول للواز. تمام تصير if he was married. إذا الآلي صارت he was ونقطة بالأخير. قال له are you married؟ قال له not yet next month. قال له لا ليس بعد الشهر التالي. طب يقول له I will get married أنا سأصبح متزوجا next month. هيك بيقول له قال له he said ذات الآية شو بدها تصير؟ والويل would get married next month. Hey, the question will answer. Hello, what is your job? ماذا يكون عملك؟ مين بده يقول لي اياها؟ اللي يحل لي اياها لشوف تفضل. I asked him what? I asked him ايه what مثل تبعت اليور نيم نفسه عمله what his job والايز شو بصير؟ was نعم what his job ماذا عمله was كان وايش بالاخير؟ نقطة. شو قال له؟ قال له I am a lecturer أنا أكون محاضر بالجامعة. تفضل بنقول هي said لك يا هون كتبت لك إياها I am a lecturer يلا. He said that أيوة لا I am شو بصير؟ ال I بتصير my لا هي لا اهي هي اهي والآن بصير was he was a lecturer. خبري لي حالك عن بعدها جي the question والانسر. تبهي لي على الكويشن الجي تبهي. قال له do you work in a college هل انت تعمل في كلية؟ تفضلي. I asked him I asked him if he يلا شوي شوي. I asked him if الدوم تحذفها وقولي شو بدها تصير؟ he نعم والورك ورك ورك اتركوها لحالها in a college وبالاخير ايش استفهام ولا نقطة؟ نقطة نعم. If he worked in a college قال له no I work at a university. قال له بتشتغل بالكلية ولا لا بتشتغل بالجامعة؟ قال له no I work at a university. حلية نفسها يلا كملية. He said that ايه بلاها لنو ايه يلا كملي من بعد النو ليكي مكتوب الآن شو بدها تصير؟ الآن عم بصير هو هي هو والورك مضارع شو بدي يصير؟ working working بس منكمل working at a university. يس خلصنا الإعلام.
هلا صرنا وين بالاتش ما هيك بالكوشن والانسر. يلا جارة تفضل. What subject do you teach? ما المادة أنت تعلمها؟ بقول I asked him. أنا سألته. يلا يلا سؤالي. I asked him. أنا سألته. What subject؟ هيك لي هذا كلمة السؤال. ما المادة؟ What subject؟ أنا سألته. What subject؟ بدو شو بحزمها؟ شو بعمل في يده؟ بحزمها. اليوم عم يحكي مع صبي. معناته شو بده يتحول اليوم؟ هو والماضي تيتش توت توت بالماضي ونقطة ولا إشارة استفهام؟ نقطة كبيرة فوق التوت والتوبيتو. إذا قلت I asked him الجملة الاستفتاحية وحطيت كلمة سؤال what subject وحذفت الدو واليو سويتها هي أنا عم خاطر صبي والتوت هو سويته ماضي تيتش سويته ماضي. عم شو قال له؟ عم جاوبه قال له I teach economics. يلا حلا He said that. يلا هنصور اللغة ونصور اللغة. إذا نحن هلا حلينا السؤال الأول بالصفحة 58. هذه كانت بمثابة مراجعة للكلام المنقول والسؤال المنقول. حلوة بس ها مراجعة حلوة عملت لنا ريفريشينج لدماغنا. هلا السؤال الثاني هيدا برعاية الوحدة الثامنة البط لكن جملة ونفيها in comparison with بالمقارنة مع لا تشرح ما بعدها whereas بينما تشرح الجملتين big supermarkets الأسواق الكبيرة نعم comparison with لا تشرح ما بعدها whereas بينما تشرح الجملتين big supermarkets الأسواق الكبيرة sell تبيع everyday يومية goods بضائع quiet تماما cheaply برخص. هاي حكينا البيك supermarkets شو بتعمل فراغ. Small shops المحلات الصغيرة often غالبا charge تأخذ very جدا هاي عالية prices أسعار. إلنا هاي كيف أسعارها وهاي كيف أسعارها قارنا وشرحنا اثنين بنحط whereas. فراغ سوبر ماركتس الأسواق small shops محلات صغيرة أيوة فراغ الأسواق وسكتنا ما حكينا شيء على الأسواق هلأ ها مباشرة رحنا نحكي على المحلات الصغيرة offers offer تمنح customers الزبائن very جدا personal شخصية service خدمة in comparison means لأنه ما حكينا على السوبر ماركت قال it's expensive إنه غالي تجيب لي تعيش in the city في المدينة فراغ the country وسكتت ما حكيت على الكنتري إذا غالي ولا رخيص كمان whereas sorry in comparison with إذا الأولى whereas الثاني in comparison with والثالث in comparison with number D سوبر ماركت فروت فواكه السوبر ماركت ما ربما بتكون شيء رخيصة فراغ it isn't إنها ليست جملة ونفيها but شايفين النفي الفاصلتي جملة ونفيها it isn't إنها ليست always دائما as tasty as بمذاق فروت الفواكه from من a market محل
البعض فراغ some older people بعض الناس الأكبر some بعض older الأكبر people الناس enjoy يستمتعون a quiet هادئة life حياة in the country في الريف. إذا نحن قلنا الناس الكبار شو بيعملوا كملنا many young people ناس عديد من الناس الشباب prefer يفضلون the excitement إثارة of city life حياة المدينة. شرحنا الصغار شو بيفضلوا الكبار شو بيفضلوا ما عاد نقول وير اس. حلوة اذا كثير حلوة الكلام. انا بحب هاي المراجعه لانه بتعمل لي مراجعه للثلاث وحدات. السؤال اللي بعده برعايه الوحده التاسعه كوزيت بيت قاعده التنابل من المجاوب بنو اجباري. اوكي اقلبوا لي على القاعده عندكم بالدفتر مشان تدخلوا بالمود على المكثفه مثل ما قلنا كل واحدة بالمكثفة بتحتوي إنه الواحدة فيها هيك 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 ممكن شوية كلمات من دروس القراءة والقواعد القاعدة ورقة عمل مع القاعدة ممكن. كل واحدة إلى ملخص في المكثفة جدا صفحة أوكي تمام. نمبر 8 did صلاح repair the computer himself أو بدي جاوب بنو مع ما بدي حطنا فيها بدي جاوب اسمي نو بيقولوا لا هو حصل عليه مصلحا هيك. هل صلاح صلح الكمبيوتر بنفسه؟ بنقول نو هي هاد لانه بلشوا لي بديد ايت ريبير ويدي لا هو حصل عليه مصلحا التصريف الثالث فاعل وهاد والايت او زيم اذا كان مفرد بنحط ايت واذا كان جمع بنحط زيم والفيرب 3 ديد حسام تيك هيز توس هيز اون توس اوت هل حسام قلع سنه؟ بنقول لا هو حصل عليه مقلوعا ما محيتوا لي اللوح يا شطورين صورنا اللوح ايه اعمل اول اذا نحن صرنا بالصفحة 59 مو؟ أيوة. السؤال الثالث هذا كوزيف فيربس قاعدة التنابل having things done هذا اللي كان موجود بالوحدة التاسعة. قلنا المثال المحلول رجعنا قلنا البي قال did حسام take his own tooth out قال هل حسام قلع سنه؟ بنقول no he had it taken out. تصريف الثالث من take to taken بصير is a no هل هم سوف يبنون بيتهم؟ لا هم سوف يحصلون عليه مبنية ونو they are going to have they are going to have it built كل الديدات بصيروا تيدات كل الديدات بصيروا بالتالي والتالت تيدات D. Did you put that TV aerial up yourself? قال هل وضعت أو هل رفعت الأنتين تبع التي في؟ زماناته كان في أنتين. هل رفعت الأنتين تبع التي في؟ قال no. I had it put up. مرفوعاً. أما البوت تبقى على حالة ليش؟ لأنه متماثلات بوت 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 مثل ما هي بالأول والثاني والثالث. نمبر إي قالك بيسري نمبر إي will you cut down those trees yourself؟ قال هل سوف أنت تقطع الأشجار بحديقتك بنفسك؟ الأشجار جمع ما بدي أقول نو أي عندي وين ما I will have no. I will have them cut down. Cut على حالة بس قصدي فيها verb 3 لا
أنا سوف أحصل عليهم مقطوعين. سيدور بيجوا أحوال؟ لا، تجيب بحالة سؤال سابق أكيد رح يجي. سؤال. Did Rana take those photos herself؟ قال هل رنا أخذت هذه الصور بنفسها؟ No. She had the photos. مفردة جمع. زين. Taken. لا. هي حصلت. عليهم. بسري هاي. مأخوذين. السؤال اللي بعده. Choose the correct words in these sentences. هلا راجعناهم كلياتهم الافعال التركيبيه ومصطلحات موسيقى وما موسيقى ولا شيء بشهي عن جد حصه اليوم كثير كثير قاعد حلوه ما هيك قاعد يعني خلصت هلا وما خلصت يعني الرابع نمبر 8 Before we can sell the flat قبل ان نستطيع ان نبيع الشقه فلات انا هي بدها شقه وبناء قال we'll have to نحن يجب do it up ولا do without it do it up نحن يجب أن نرتبها إن جملة البناء والشقة والغرفة هذول بدهم do up يرتب أما do without هي لسكر مين قال do without والله ما إيش إن هاي لسكر وملح ونو do without لسكر وملح ونو أنا سمعت غلط يلا أوكي إذا do it up number B the students الطلاب had to توجب make off ولا make up a story آه يا story آه make up يخترعوا حطوا لي دويرة على story قصة make up يخترعوا لأنه make up بتاخد story وقصة وعذر excuse a story قصة about بشأن their recent holiday عطلتهم المؤخرة البعدة if everyone إذا كل واحد uses يستخدم online banking البنك الانترنت يعني بنك النت زيل هم سوف دو away with ولا دو without banks اه يا banks تماما دو away with اول وحدة لانه اذا الدو away with بتاخد البنك والهاتف الارضي والمحل الصغير حياتي بدك تكون بصم بنهاش بصم انا غير هيك ما بقبال يعني ليش متفاجئين يعني ليش متفاجئين دو اواي ويز كرمال البانكس يعني نترك يقلل دو الزاوت للسكر وملح ونوم دو اواي ويز للبنك وهاتف ارضي ودكان صغير خلص بشرح لك ياهم اخر حصة انا بشرح لك منك are you happy هل انت سعيد with the decision واه يا decision يعني decision قرار مستطيل على decision you did ولا made اذا هاي الحصة مراجعة امتحانية بحتة او شو هن اللي بياخدوا الميك شو بياخدوا الميك ست كلمات القرار decision والخطأ mistake والsuggestion الاقتراح والeffort الجهد والsuccess النجاح وأيضا شو كمان أوكي promise وعد وزات هل تلك كانت بانك خبطة ولا سبلاش طرطشة the sound صوت of someone أحد ما jumping into the swimming pool يقفز إلى حوض السباحة splash طرطشة we usually نحن عادة do لميك the shopping وآه يا shopping do وير على shopping تبقى التسوق at the weekend في نهاية أسبوع دايما الويكند بتاخد قبل at can you hear هل تستطيع السماع someone أحد ما blowing ولا strumming a guitar strumming الجيتار بدها بلاك اور سترامينج اما البلو بدها البلو للساكسفونز الساكسفونيات والترامبتس let's turn the television off and have some peace and بصل ولا كوايت كوايت البصل بدها هصل يعني احنا اذا طفينا التلفزيون بيكون في عنا peace and quiet اذا دعنا نطفئ التلفاز
ونحظى ببعض السلام والهدوء for a change للتغيير. يعني هاف نأخذ أو نحظى يعني نحظى هيك. حلوة هالجملة. يس إيه والله والله حلوة كتير. توحي لنا في peace and quiet. فضل أولى. Let's turn the television off and have some peace and quiet for a change. يلا تفضل. Let's turn the television off and have some peace and quiet for a change. Yes. سلام. تفضل. Let's turn the television, the TV off and. لك اختصره. أحسن. And a moment of peace and change and quiet and change. Yes. بعدها. He said he didn't want to swim. هو قال أجار جمل البعض لإلى. هو قال أنه لم يريد أنه لم يريد أن يسبح. He said he didn't want to swim. But he changed. لكنه غير his musical tune. When he saw the pool عندما رأى الحوض السباحة. يعني كل ياتكم بتقولوا ما بدنا نسبح بعد نسبح تروحوا على البحر أيوة شيلوا هيك بتسكتوا هالبلوزة ويلا. ما هيك بصير. He said that he didn't want to swim, but he changed his tune when he saw the pool. طب بلا pool, قول سي pool أربع حروف. مرضان. أما سي ثلاث حروف. آه ما بطلع صوتك. سلام. People came. الناس أتوا. From far and long and wide. نعم far and wide من كل مكان to see the exhibition يروا المعرض. سؤال بعده كتير تافه عن جد خلونا نحلو شرط تكون أنجز. بصير بلا. سؤال بعده. Number A. Is that your aunt? هل تلك عمتك؟ بس ترجموا لكم ترجموا. قالوا yes she is my father's daughter هي ابنة أبي. حذفوا daughter اكتبوا sister. هيك هذا السؤال ما تفهموا معقول يعني شو؟ شو عايز في خطة هل تلك عمتك مكتوب نعم إنها تكون ابنة أبي لا هي أخت أبي يوسف دوتا المحقق بس بدنا نحله ما بصير What do you enjoy about city life ماذا تستمتع بشأن حياة المدينة قالوا I think it's probably أنا أعتقد أنه ربما سأصل أنا بصر بصر آخر كلمة وصل من حزفة حط بدالها بصر هلا Do you take sugar in your tea هل تأخذ السكر في شايك قال yes I will try to do away it ها نشيل الأواي نشيل الأواي نحط without without it without it هل حتين دو بس شفت الأواي حطت without it but I can't لكن لا أستطيع is that your grandfather هل ذلك جدك أم قال نعم yes he's my mother's mother نشيل آخر mother نحط father أو نشيل الاثنين نحط my father's father thank you see you on استاذ محمد اماني